جانب انيستا، ولكن الكره صعبه راكيتيتش التسديد احد الحلول والتسديده والمتابعه الجول والمتابعه الجول الاول. سدد يا راكيتيتش، سجل يا لويس سواريز، تقدم يا بارسا. الهدف الاول ياتي في الدقيقه 39، التسديد هو الحل، واخيرا راكيتيتش يسدد وترتد الكره من ليشاوي الحارس المرمى لتجد لويس سواريز عشان يسجل سواريز هدف التقدم المتابعة، ويأتي بهذا الهدف وهو اللاعب اللي سجل 13 هدف في هذا الموسم في الليجا وخمسة في دوري الأبطال، ويسدد الكرة الجميلة، جميلة الكرة راكيتيتش، وحارس المرمى هنا يتحمل هذا الجانب. أخيرا التسديد هو الحل، ويأتي الحل والمتابعة من لويس سواريز، والمرة دي بقى بلمسة حلوة، بذكاء، بإحساس عالي جدا. شوف بقى، لا قوة ولا حاجة، حاططها ببطن رجله السهل الممتنع. يأتي هدف تقدم عن طريق النجم أمامنا هو الأورجواني لويس سواريز. سلام من جانب لويس سواريز، هل البارسا يسجل هدف تاني؟ لويس سواريز خلف المدافعين، يا ولد يا ولد يا ولد، انيستا، انيستا رسام يلعبها له ايه؟ بالصمت بالمقاس، ولويس سواريز يستلم ويحطها على طول الهدف التاني. ادي امامنا هنا السوبر امامنا في مباراة اليوم، لويس سواريز سوبر لانه بيسجل الهدف التاني، والهدف التاني في مرمى الحارس لي جاوي في الكرات البينيه اللي خلف المدافعين. المره دي اتظبطت، ولويس سواريز يسجل ويتوجه في هذه اللحظه نحو اللاعب نيمار اللي كان يشكله ثنائي مهم جدا في فتره غياب النجم ميسي اللي كان اصيب في مباراه لاس بالماس في 26 طبعا سبتمبر. ادي امامنا انيستا خلف المدافعين، استلام حلو قوي، ويا ولد يا ولد يا ولد يضعها. ادي الرسام رسمها، وادي امامنا لويس سواريز سجلها باقتدار، وشوف وش رجله اتعمل ازاي، اتعلمه لي تشاوي ولويس سواريز والهاتريك. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ادي امامنا اهو الهدف الثالث من ركله الجزاء، ياتي في الدقيقه 67 عشان البارسا يتقدم بهذه النتيجه العريضه والكبيره 3 لا شيء. 4 مرات طبعا تحققت النتيجة 4 لا شيء في هذه البطولة. بارسا أمام أمريكا 2006، بارسا أمام السد 2011، والبارسا أمام سانتوس 2011، ولا ننسى الريال مع كروزوزول 4 لا شيء في 2014. ولكن أمامنا لويس سواريز يضعها باقتدار ويسجل الهدف الثالث الجميل في هذه المباراة من ركلة الجزاء، لويس سواريز.